بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. الف 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 مبروك للاخوه التوانسه، الف مبروك للمنتخب التونسي، الفوز على منتخب موريتانيا 4-0. مش هنتكلم على منتخب موريتانيا انه منتخب ضعيف ومنتخب متوسط لان الناس بتزعل، بس البطوله دي للامانه علمتنا ان مفيش حاجه اسمها منتخب ضعيف ولا منتخب متوسط في الظروف اللي بنعاني منها كمنتخبات عربيه وكمنتخبات افريقيه، حتى في الاجواء اللي موجوده في الكاميرون والملاعب اللي بتقام عليها البطوله. مبقاش في حاجه اسمها فرقه ضعيفه وفرقه قويه، الملعب هو اللي بيحدد الضعيف والقوي. والمنتخب التونسي النهارده عمل مباراه جميله جدا قدام المنتخب الموريتاني، يبقى نقول تحيه وتقدير لكل اللعيبه بتوع المنتخب التونسي النهارده، وتحيه وتقدير لمنذر الكبير. منذر الكبير اللي احنا كنا متفقين ان اي نتيجه هتحصل ما ينفعش نتكلم معاه فيها، لان الاصابات والظروف المحيطه بالمنتخب التونسي حاليا في الكاميرون بتخليك تقول اللعيبه دي لو عملت اي حاجه هيبقوا رجاله وابطال. فان هم ينزلوا النهارده ويعملوا مباراه جميله جدا قدام المنتخب الموريتاني ويطلعوا كسبانين 4-0، واحده من اكبر نتائج في البطوله حتى الان، لا تحيه وتقدير كبيره جدا جدا لكل اللعيبه جوه الملعب. تحيه وتقدير لمنذر الكبار ان هو تخلى على فكره ال 3 4 3 دي، اللي هو خلاص بلاش 3 4 3، نلعب 4 3 3 زي خلق الله، بلاش حتى 4 2 3 1، 4 3 3 جميله جدا. بشير بن سعيد على يمينه، حمزه المسلوسي، بلال العيفه، منتصر الطلبي، علي معلول على شماله نص الملعب، الياس الزغيري بيلعب ديفندر على شماله، لعيب زي غيلان الشعلاني، وعلى يمينه انيس بن سليمان، قدامهم وهب الخرزي بيلعب هاف شمال، وهاف يمين سيف الدين الخاوي، ومهاجم سيف الدين الجزيري. 4-3-3 جيدة جدا. اجمل حاجة فيها انك سجلت بدري قوي عن طريق حمزة المسلوسي، اللي كنا بنقول رب تنضرة النفعة، يمكن غياب محمد دراجر هيدي فرصة لحمزة المسلوسي ان هو يلعب وهنتحمله. احنا ما كناش بنقول كده، بس كنا بنقول ان حمزة المسلوسي يعني ان شاء الله هتعدي على خير، وحمزة المسلوسي ان شاء الله عدت على خير وراح جاب جون كمان، اللي هو فتح لك الجيم، اللي هو هدف في اول دقيقتين. عاش حمزه والله. نسكت بقى على كده؟ لا، وهب الخزري بيسجل الهدف الثاني في الدقيقه 8. المنتخب التونسي واضح انه يعمل سكور النهارده، وسكور هيبقى تاريخي واكبر انتصار في البطوله. خدنا نص ساعه كده يعني قيلنا شويه، خلاص احنا مسجلنا هدفين، عايزين حاجه تاني، احنا نقعد بقى نريح شويه، لعبنا 10 دقايق حلوين نريح بقى شويه، يعني نقلبها خناقات في نص الملعب، نلاقي لعيبه المنتخب التونسي متعصبه لسبب انا مش فاهمه، اللي هو كسبانين 2-0 واول 10 دقايق نجيب بقى الثالث والرابع ونحفل. احنا نقعد نتخانق بقى مع لعيبه المنتخب الموريتاني؟ طب ايه الكلام على ايه؟ طيب يعني هننزل الشوط الثاني نعمل اول 10 دقايق حلوين كده؟ لا، المنتخب التونسي نزل عمل اول 10 دقايق كانوا نوعا ما كده تحس اللي هو استكمال اللي حصل بتاع نص ساعه بتاع الشوط الاول، لحد ما وهب الخزري راح مخلص الموضوع وراح مسجل الهدف الثالث عن طريق وانتو عالمي هو وغيلان الشعلاني، هو فوتها لغيلان وغيلان لعبها له وهو سجل كل ده في الست يارده، اللي هو الله بنبصي بالست يارد اهو. ده احنا كنا بقالنا ساعه الا ربع تايهين، واول ما جبنا جون جميل اول الدرجات، اللي هو عاش جدا والله، علشان وهب ياخد واحده من نص الملعب ويعمل اسيست وسرو عالمي لسيف الدين الجزيري يخليه يسجل الهدف الرابع. تلت ساعه على الابيض كده على النظيف طلع لك المباراه 4-0. مش عايز انا بقى منك اداء و90، تلت ساعه حلوه. اول 10 دقايق في الشوط الاول جبت لك جونين، بعد كده جبت لك جونين في 10 دقايق في الشوط الثاني، بس ريح بقى براحتك وخد بريك زي ما انت عايز. خلصت لي المباراه، عملت لي كل حاجه، وهب الخزري واخد 10 من 10 في تقييمه، بجد والله واخد تقييم 10 من 10، الراجل عمل مباراه حرفيا اسطوريه، وده كله بعد ما رد على ضربه الجزاء اللي ضيعها ماتش مالي. يعني الناس كانت بتهاجم ماتش مالي، قال لهم تعالوا هنا كل جون بقى وخلاص يا حق، والربنا حقك يا باشا، يا باشا حقك، هات لنا جونين واعمل اسيست كل ماتش كده واطلع طلع لي لسانك براحتك يا باشا، بس المهم انك تكون مؤثر. انا اتمنى ان شاء الله ان المستوى اللي كان عليه وهب النهارده يكون عليه ماتش غينيا الجاي. تغييرات بقى منذر الكبير، منذر الكبير قرر ان هو يدي لعيب زي حمزه رفيعه في الدقيقه 71 مكان انيس بن سليمان ومحمد علي بن رمضان. اول تغييره بالنسبه له اللي هو كانت تغييره كده بيغيرها على طول، محمد علي بن رمضان مكان سيف الدين الخاوي، ويوسف المساكني مكان وهب الخزري في الدقيقه 80، ونزل عيسى العيدوني مكان سيف الدين الجزيري، وعمر رقيق لاعب ارسنال الشاب مكان بلال عيفه. وعمر رقيق ده عنده اخ بيلعب في المنتخب الهولندي وقصه كبيره قوي ساعتك، بس المهم يعني ان احنا لقينا لاعب شاب في منتخب تونس بيلعب في الارسنال، وده معناه ان شاء الله باذن الله المنتخب التونسي جاي. منتخب التونسي النهارده قدر ان هو يرجع الثقه، نتمنى الاستقرار والهدوء، والناس تسيب اللقطه بتاعه الشاره بتاع يوسف المساكني وهاب الخزر دي ما تركزش معاها خالص، ونركز على ان المنتخب التونسي طلع كسبان رباعيه جميله، فوز جيد ان شاء الله باذن الله. نتمنى الاستمرار والفوز على المنتخب الغيني في المباراه القادمه علشان المنتخب التونسي يصعد ان شاء الله باذن الله لدور ال 16. نتمنى كل التوفيق للاخوه التوانسه، نتمنى لو عجبك الفيديو اعمل لايك او سبسكرايب، نتمنى لو الفيديو ما عجبكش رايك السلبي الجميل كده في الكومنتات.